خلينا نروح عبر زوم مع أسطورة أخرى، أسطورة أرجنتينية، كان قائد نادي لاتسيو الإيطالي وكان أحد النجوم الكبار، كريستيان ليدسما. طبعا بنرحب بيك عبر زوم وبنقول لك أهلا وسهلا بيك، وعارفين يعني طبعا شغفك بالكرة الإيطالية، وأنت كنت نجم كبير جدا على مستوى الكرة الإيطالية عن طريق نادي لاتسيو. بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي. كريستيان، مساء الخير للجميع ومساء الخير على جماهير النادي الاهلي. فخور بزوري على قناه النادي الاهلي، واعلم ان الاهلي تربطنا به شيء هام جدا، وانه يملك لا نسر دائما ما يحلق كنسر لاتسيو، ولهذا انا فخور جدا بزور على قناه اعظم نادي في افريقيا. احنا بيشرفنا وجودك معنا كاسطوره من اساطير لاتسيو في الدوري الايطالي، نجم ارجنتيني كبير. عايزين اولا نعرف ادائك او رايك لغايه دلوقتي في يعني الدوري الايطالي، وبين قوسين اليوفنتوس، تعثر اليوفنتوس في الجولات الاولى بعد رحيل كريستيانو رونالدو، شايف الامور ماشيه ازاي في الدوري الايطالي لغايه الجوله الخامسه؟ هذا العام الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي ونسخة الكالتشيو ستكون مختلفة ومختلفة جدا. الدوري الإيطالي الآن يملك العديد من المواهب، حتى وإن ذهب رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لكن يبقى الكالتشيو الإيطالي غني بالعديد من النجوم في الإنتر ولاتسيو وروما واليوفي. نسخة هذه العام ستكون مختلفة جدا. اليوفي ترنح بعد الشيء ويعود، الأمس فاز 3-2 أمام سبيتسيا. ميلان يقدم أداء رائع جدا مع ستيفان بيولي، لديهم الروح والعزيمة. الإنتر يسير بخطى ثابتة مع سيموني إنزاجي، الإنتر الذي فاز بآخر سكوديتو مع أنطونيو كونتي، لكن أعتقد أن الإنتر هذا العام سيحقق المفاجأة وقد يفوز بالدوري الإيطالي، لأنه النادي الوحيد الذي يسير بخطى ثابتة مع ميستر سيموني إنزاجي الذي يقدم أداء رائع. وروما مع مورينيو قد تذهب بعيدا، ولكن لننتظر، لأن روما الفريق الذي يغير مستواه من مباراة لأخرى. صحيح طبعا الدوري يمكن الإيطالي، يمكن كمان فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020 ده أنعش كثيرا جدا جدا من الكرة الإيطالية، وبدأنا نشوف الكرة الجميلة، شفنا نجوم كبار جدا جدا في طبعا اليورو 2020. وزي ما بنتكلم يعني عودة كمان عودة الميلان للتشامبيونز ليج، الميلان كمان بيأدي أداء لغاية دلوقتي أكتر من رائع في السيريا آ، وجود الإنتر رغم يمكن كونتي المدير الفني السابق للإنتر وغيابه ورحيله عن الإنتر، لكن يبقى الإنتر طبعا في طبعا من الفرق القوية جدا والمرشحة للفوز. خلينا أكلمك مع لاتسيو، ناديك المفضل، ناديك اللي يمكن كنت كابتن لاتسيو لفترات طويلة، ولعبت النهاردة يمكن والتعادل في آخر دقيقة. شفت، عايز تكلمني عن لاتسيو، لاتسيو صاحب البطولات صاحب الإنجازات، أين لاتسيو من الدوري الإيطالي هذا العام أو في المستقبل القريب؟ لاتسيو دائما ما يقدم المتعة في إيطاليا. صحيح لدينا البطولات ليست عديدة كالإنتر والميلان واليوفي، لكن لاتسيو لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في روما ويملك العديد من المواهب. لاتسيو هذا العام قدم أداء رائع، ولكن آخر مباراتين لاتسيو تعادل منذ قليل في الدقيقة 94 بهدف لتشيرو موبيلي بعد تأخره أمام تورينو، وكان مفاجأة كبيرة أن يتأخر لاتسيو أمام تورينو لدقيقة 94، لكن أعتقد أن اللاعبين يفكرون في الديربي، ديربي العاصمة الأحد القادم. الآن الحديث بدأ مبكرا عن الديربي، لكن لاتسيو لديه الآن موريتسيو ساري، موريتسيو ساري أحد أعظم المدربين وسيقدم أداء رائع في الديربي. صحيح، وبمناسبة الديربي ووجود طبعا مورينيو المدير الفني الرائع مع روما، هل شايف أن مورينيو كمان أضاف إلى روما ورفع من مستوى طموحات الفريق على المستوى التكتيكي على المستوى الفني، كمان من طموحات الجماهير المشجعة لروما، هل وجود كمان مورينيو في هذا الديربي بيديله شكل خاص، بيديله متعة وإثارة خاصة؟ الديربي يبقى الديربي، إذا تغير لاعبين وتغير مدربين
تستطيع أن تشاهد ديربي روما وأنت تعلم ديربي روما كم هو خطير وكم هو مثير في إيطاليا. يرحل من يرحل ويأتي من يأتي، يبقى الديربي الديربي. لكن مورينيو يقدم أداء رائع مع روما. الديربي مباراة خاصة ستكون بين مورينيو وموريتسو ساري، الجميع يريد أن ينشر أفكاره في الملعب، لكن أعتقد أنا لاتسيالي ودعنا أقول الحقيقة أتمنى فوز لاتسيو، لكن مباراة الديربي ليس لديها توقعات، قد يكون لاتسيو في يومه وقد يكون روما، وروما أيضا فريق محترم رغم أنه الغريم اللدود والذي يحترمه أيضا، أحترم روما كثيرا، لكن أتمنى فوز لاتسيو بالديربي الأحد القادم. طبعا فوز لاتسيو كمان عودة لاتسيو للمنافسة ده شيء مهم جدا جدا، لكن خليني كمان أسألك على مستوى، طبعا انت لعبت كمان في الأرجنتين في بوكا جونيور أحد الأندية الكبيرة العظيمة في الأرجنتين، نسألك كمان عن الأسطورة ليون ميسي وانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، شفت ده ازاي؟ وشفت كمان ميسي من خلال باريس سان جيرمان خلال الأسابيع الأخيرة دي ازاي؟ البوكا فريق عظيم من أعظم الفرق التي قد يلعب لها لاعب كرة قدم، فريق لديه حياة خاصة، وعائلة البوكا عائلة خاصة، لبومبونيرا ملعب البومبونيرا ملعب مختلف، رغم أن لعبت في الأوليمبيكو أمام الكورفا نورد، لكن جماهير البوكا جونيور هناك أجواء مختلفة. الآن البوكا جونيور قام بتغيير المدرب بعد خسارة في الليبرتادوريس ويريد أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى، لكن أعتقد أن البوكا سينافس في العام القادم أكيد على ميسي اختار طريقه ويجب أن يتحمل ما اختاره. كونتينو كريستيان طيب كريستيان، وكنا بنتكلم طبعا عن ميسي، ودلوقتي يمكن كنا بنشوف يعني معظم وبعض اهدافك الكبيره على مستوى السيريا في مع لاتسيو او على مستوى الارجنتين مع بوكا جونيور، لكن خلينا كمان اكلمك على اسطوره اخرى، نتكلم على ميسي الاسطوره الارجنتينيه، ويمكن اخيرا حقق ميسي بطوله على مستوى المنتخب وحصوله على يعني الكوبا امريكا، لكن على مستوى اخر اسطوره ارجنتينيه اخرى بنتكلم على مارادونا، وانا عارف ان كان ليك علاقه قويه جدا جدا مع مارادونا، ما هي يعني لو قلنا مقارنه صغيره او مقارنه انت شايفها ما بين، خلينا نتكلم على مستوى الشخصيه ما بين ميسي وما بين رونالدو اسطوره مارادونا يعني مارادونا اسف على مستوى طبعا اللعب ما فيش اختلاف ان الاثنين اسطوره واعتقد من افضل وامهر اللاعبين على مستوى تاريخ كره القدم، لكن كمان كلمنا شويه عن الاسطوره الراحله مارادونا. للاسف مقارنه غير عادله، مارادونا في عالم اخر، مارادونا يجب ان يكون في عالم، وميسي أيضا لاعب كبير، لكن مقارنة مارادونا بميسي مقارنة ظالمة. الكرة الحديثة وميسي لديه من يساعدونه، وأندرياس إنييستا، تشافي هرنانديز، فريق بأكمله كان يخدم على ميسي برغم أنه موهبة كبيرة لا ننكر ذلك، لكن مارادونا أنت شاهدت مارادونا وأعلم أنك تشاهد كرة القدم، مارادونا كان يقود عالم بأكمله لوحده، عالم الكرة الأرجنتينية كان في نابولي لوحده، مارادونا في قارة أخرى وعالم آخر، مقارنة ظالمة. ايوه مقارنة دايما، مقارنة ما بين النجوم بتكون مقارنات ظالمة على مستوى التاريخ، كل واحد بيلعب في 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 ظروف معينة في مناخ معين، لكن يبقى طبعا مارادونا أسطورة كبيرة جدا جدا جدا. خلينا أتكلم معاك برضو كريستيان، أنت كان ليك خبرات كبيرة جدا على مستوى الكرة في الأرجنتين وعلى مستوى السيريا في إيطاليا، إيه أوجه التشابه ما بين يمكن الكرة الأرجنتينية والكرة في إيطاليا؟ هل في اختلاف شوية؟ دلوقتي احنا عارفين المدارس كلها خلاص ما بقاش في مدارس بعينها، دلوقتي كرة القدم بقت كتاب مفتوح للجميع، واعتقد ما بقتش تنوع المدارس موجود، الكرة المفتوحة التيكا تاكا بتتكلم على سيستم، اعتقد المدربين كلهم خلاص ما بقاش في مدرسة، لكن مقارنة ما بين الكرة في الأرجنتين ما مارستوه في الأرجنتين من خلال وجودك مع بوكا جونيور وما مارستوه في الدوري الإيطالي بوجودك ككابتن فريق مع لاتسيو الإيطالي. الكرة الأرجنتينية والكرة الإيطالية لديها بعض الخصائص والأمور كثيرة متشابهة، كالروح والعزيمة ورغبة الجماهير
لكن الكرة الإيطالية والكرة الأوروبية لديها خصائص مختلفة. الكرة الأرجنتينية أكثر متعة لكن أكثر عنفا، لا يهتمون بالبطولات، يهتمون دائما بالمهارات ويهتمون دائما بإمتاع الجماهير، لا يفكرون في البطولات. ولهذا الكرة الأرجنتينية دائما في المنتخب أفضل من الفرق، لكن على مستوى الليبرتادوريس، المستوى الليبرتادوريس بوكا جونيور يعتبر الأفضل ويليه ريفر بليت. صحيح. آخر سؤال كريستيان، على مستوى الشامبيونز ليج، على مستوى بطولة أوروبا، يمكن كل الناس وكل الطموحات حتى في إيطاليا بعد الفوز باليورو 2020 قالت، هل من الوارد، أنت شايف هل من الوارد حصول بعض أو الفرق الإيطالية على الشامبيونز ليج؟ بنتكلم على الإنتر، بنتكلم وجود الميلان، هل من الممكن تحقيق للفرق الإيطالية الشامبيونز ليج السنة دي؟ للأسف لا. أن تقول أنهم سيفوزون بدوري أبطال أوروبا صعب جدا، بالرغم أن أشجع لاتسيو، لكن أنا متعاطف مع الميلان. أتمنى الميلان يقدم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا، لكن صعب على فريق إيطالي يفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام في وجود أساطير مثل السيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد. صحيح كريستيان، طبعا أسطورة لاتسيو وبوكا جوني الأرجنتيني، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي.